طبعا كلنا عارفين ان الحق في الصحة هو حق اصيل من حقوق الانسان، واحد اهم البيلرز بتاعة الحق في الصحة دي هو الحق في الحصول على الدواء. في حاجات كتير بتأثر على الحق في الحصول على الدواء، منها السياسات الدولية، منها الريجيليشنز الخاصة بكل دولة، منها أسعار الدواء، منها التأمين الصحي، منها حاجات كتيرة. ولكن أنا كنت هتكلم النهاردة على حاجة من الحاجات دي، وهي الملكية الفكرية، أو بمعنى أدق براءات الاختراع. لما شخص بيكون حاصل على براءة اختراع، ده بيديله حق استئثاري إن هو يكون الشخص الوحيد اللي من حقه ينتج الدواء ده في الدولة اللي حاصل فيها على حق براءة الاختراع. ولكن للأسف في شوية مفاهيم مغلوطة عند بعض الناس بتخلينا كدولة ممكن يعني ما نعرفش إزاي ممكن نستفيد من الدواء، رغم إنه يكون الشخص ملوش حق لمجرد إن الدواء ده أنتجته شركة ما في دولة أخرى يعني. فإحنا في اتفاقية دولية بتحكمنا اسمها اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حول الملكية الفكرية، أو اتفاقية التريبس التابعة لمنظمة التجارة العالمية. طبعا مصر ماضية على الدولة على الاتفاقية دي، وإحنا بنلتزم بكل الضوابط اللي فيها، اللي هي المعايير الدنيا للحماية اللي فرضتها الاتفاقية. ولكن الاتفاقية دي تركت بعض الجوانب المرونة للدول اللي من حقها ان هي تطبقها، بحيث ان هي تحافظ على الصحة العامة وتحافظ على مصالحها المشروعة وتحافظ على حقوق مواطنيها. ومن ضمن الحاجات دي ان هي استثنت بعض الموضوعات من الحماية، فما بنحميش اكتشافات بسيطة، ما بنحميش استخدامات علاجية، طبعا ده في مصر فقط لكن بتحمى في دول اخرى. فالمرونات دي بتساعدنا ان احنا نقدر نستبعد بعض الموضوعات من الحماية، ولكن الاشمل والاعم ان احنا بنحمي الادوية، وده اللي فرضته علينا اتفاقية التريبس. طيب تمام، ايه بقى الحاجات المغلوطة اللي بتخلي الناس ما تقدرش ان هي تستخدم الدواء لمجرد ان شركة صنعته في دولة اخرى، واحنا مستنيين ان احنا نستورده وان احنا ما نوفروش؟ حاجة من الحاجات دي ان الحماية بتاعة حقوق الملكية الفكرية او حماية براءات الاختراع هي حماية اقليمية، يعني لو البراءة ممنوحة فقط في امريكا فهي valid في امريكا فقط، لو هي ممنوحة في اي دولة اوروبية فهي valid في الدولة الاوروبية دي فقط. ولكن للأسف في ناس بتبقى عارفة إن الدواء أنتج مثلا في أمريكا، فهم بيبقوا مستنين إن هم لازم يتواصلوا مع الشركة وياخدوا منها رخصة وبيدفعوا فلوس كتيرة جدا، في حين إن إحنا لو تواصلنا مع مكتب البراءات المصري وعملنا فحص دي حالة الدواء ده وشفنا إذا كان حاصل على براءة اختراع في مصر أو لأ، ممكن نكتشف إن الدواء ده مش حاصل على براءة اختراع، وبالتالي أنا من حقي كأي شركة مصنعة للأدوية في مصر إن أنا آخد الدواء ده وأصنعه وأقدر أنزله بأسعار بسيطة من غير ما تكون أي شركة أخرى هي المتحكمة فيه. وده تقريبا وضع معظم الأدوية الخاصة بالإيدز في مصر. إحنا كنا عملنا زي قائمة كده في تعاون بيننا بين المادسون باتنت بول، فإحنا عندنا القائمة بتاعة أدوية الإيدز، وبنعمل أبديت للحالة بتاعة الحالة القانونية للطلبات دي داخل جمهورية مصر العربية. واللي إحنا عارفينه إن معظم مش حاصلة على براءة اختراع في مصر، وبالتالي من حق أي شركة إن هي تقدر تصنع الأدوية دي في مصر، مش من غير ما تحتاج إذن من الشركة الأوريجينيتور يعني للدواء. فدي حاجة معلومة مهمة جدا لازم الناس كلها تكون عارفاها، خاصة الناس العاملين في شركات الأدوية. وفي حاجة تانية بالنسبة للباحثين، أنت كباحث من حقك إن أنت تستخدم الدواء ده، تقدر تطور عليه، تقدر تصنع من تعمل عليه تعديلات، تقدر تتوصل من خلال أبحاثك إلى تعديلات وتحسينات على الدواء ده وتكتشف دواء جديد. ده من حقك كباحث من غير ما تحتاج إن أنت تاخد إذن من الشركة المصنعة برضو، لأن حق البحث العلمي ده حق بتكفله الاتفاقية الدولية والقانون في مصر. وبرضه حق من الحقوق اللي احنا لازم نبقى فاهمينها، ان احنا عندنا في مصر مفيش ربط بين ان انت تاخد ترخيص للتسويق للدواء وبين ان الدواء ده حاصل على براءة اختراع عملية، لان يعني بنسميها لينكج، احنا there is no linkage in Egypt. فاحنا في مصر لو انت شركة جينيريك بروديوسر وعارف ان البراءة دي قربت على الانتهاء لو الدواء ده حاصل على براءة اختراع، انت كشركة مصنعة للدواء تقدر تبتدي الاجراءات بتاعة التسجيل بتاعة الدواء، تقدر تاخد الترخيص بتاع التسجيل من غير ما تكون قلقان ان انت بتكون متعدي على حد، as long as ان انت مش هتصنع كميات ولا هتخزنها، و as long as ان انت مش هتنزل السوق طالما في براءة لسه valid في مصر. ولكن من ناحية الترخيص انت كشركة تقدر تاخد الترخيص وتوفر على نفسك السنتين او الاكتر بتاعت فترة الترخيص للتسجيل دي، بدل ما تضيعهم على نفسك لما تستنى لما البراءة تنتهي. فزي ما قلنا اهم حاجة لازم نبقى عارفين ان البراءة اقليمية،
لازم أروح أتشك مع مكتب البراءات علشان خاطر أعرف إذا كان الدواء ده محمي ولا لأ، عشان خاطر الدواء لو مش محمي فأنا من حقي إن أنا أقدر أصنع بكل بساطة وما بقاش معتمد على الإنتاج اللي جاي من الخارج، ممكن ما بقاش مضطر إن أنا أتزنق زي الأزمات اللي حصلت زي ما احنا دلوقتي في فترة الكورونا. لما اتقفل الطيران واتقفل الاستيراد واتقفل كل حاجة، انا لو شركة عارفة ان انا من حقي اصنع الدواء فدي حاجة هتوفر لي كتير قوي، وان انا مضطرش اتعرض لأزمة كبيرة بدون سبب وبدون داعي يعني. بس كده هي دي رسالتي لكم النهاردة، وشكرا لكم جدا.